مريم العذراء، أملنا الوحيد وملجينا الوحيد لنتخطى هالمرحلة. تابعونا وشاركونا صلاة المسبحة خلال شهر أيار من التنين للجمعة مباشرة على الهواء، وكل ليلة عيلة منكن رح تصلي معنا عبر سكايب أو زوم مباشرة من البيت. تابعونا على صفحة المخرج جوزيف معتوق أصاف لنصلي سوا ليرجع السلام للبنان. أمًا تعطف أمًا تحمي حبا يسوع أحييك. يا نبع المحبة يا حبيبي يا حبي وحدك مريم كابنها تملك القدرة على توزيع النعم والعطايا في ملكوت الله. الأم تيريزا دي كالكوتا. يا أمنا مريم العذراء، يا من حملت في حشاك ابن الله ونلت منه كل تمجيد وإكرام، رافق خطواتنا لنصل إلى ابنك يسوع نبع النعم السماوية، فنصبح بدورنا فاعلين في كرمه، تعبر من خلالنا نعم الله إلى كل شخص نلتقي به في دربنا نحو السماء. اعضدينا يا مريم في بحر هذا العالم فلا نغرق من كثرة الاسم، بل نشع فرحا وسلاما على العالم أجمع. أمين. ألا معكم مشاهدينا مباشرة عبر صفحة المخرج جوزيف معتوق الصاف. ليلة رح نتشارك سوا بصلاة المسبحة مثل كل ليلة من شهر أيار ساعة 7 المساء، ومعنا الليلة مباشرة بالاستوديو رنا عبد المسيح. أهلا وسهلا، كيفك رنا؟ وصار معك. بتعرفينا أكثر عن حالك؟ رنا عبد المسيح ناشطة برعاية مارجيليوس مارسيسين بيت مري. أهلا وسهلا فيك. ورح نتشارك الصلاة عبر سكايب مع جينو وستيفاني وبنوت صغيرة باولا عون. مساء الخير. مساء الخير أبو. بتعرفون أكثر عن حالكم؟ شو بتعملوا؟ جينو عون من الأربانية، أنا مخرج تلفزيوني وسينمائي، وأنا باولا عون عمرها سنتين كمان ما بتقفي قديس الأحد بالأربانية.
وأنا ستيفاني سعد عون من الضيعة المجاورة للعربانية من أرسون، وأنا معلمة بعلم بالأنطونية رومية عند رهبة الأنطونيات. أهلا وسهلا فيكم، وكمان كل اللي بيحب يشاركنا الصلاة عبر سكايب، التواصل معنا على الرقم يلي عم يظهر بأسفل الشاشة. وانتو كمان مشاهدينا شاركونا صلاتكن عبر التعليقات حصريا على صفحة المخرج جوزيف معطوق أصاف. اليوم وبطلب من البابا فرانسيس رح نكون عم نذكر بصلاتنا كل الولاد والمراهقين ليكونوا عم بيعيشوا قداسة كل مرحلة ويتنعموا بالفرح الحقيقي يلي بمليها شعلة الروح القدس. منتوقف مع ترنيمة في مساء الورد بصوت ريتا أبو صالح، من بعدها نبتدي صلاتنا. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. هلوم أيها روح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلوم يا أبا المساكين، هلوم يا معطي المواهب، هلوم يا ضياء القلوب، أيها المعز الجليل، يا ساكن القلوب العذب، أيتها الاستراحة اللذيذة، أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور التباوي، املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا، اسقي ما كان يابسا، اشفي ما كان معلولا، لين ما كان صلبا، أضرب ما كان باردا، دبر ما كان حائدا. أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي، آمين. ربي وإلهي،
أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحققت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضبتك وأهنتك. أنت ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة فوق كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين. أسرار المجد. أيتها البتول الطباوية، إني أقدم لك هذه الخمسة أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوتي المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوتك السماوي. آمين. السر الأول من أسرار المجد، القيامة. ثمرة هذا السر النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. نرفع زواتنا بقيامة يسوع المنتصر على الموت. بقيامته بلش عهد الجديد، عهد المحبة والمصالحة والغفران. فتحت بواب السماء وشرق نوره على العالم. خلينا نكون بكل لحظة مع كل عمل شهود لقيامتك قدام كل شخص عم نلتقى فيه. آمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين. الروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين أمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك أمين. السر الثاني من أسرار المجد الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الأب. بصعود المسيح للسماء ما تركنا وقالنا أنا معكم حتى منتهى الدهور. ونحن بحياتنا بحاجة لبركة من الله، ولنقدر نكمل مسيرتنا لازم نوضع نفسنا بين إيديه مؤمنين وعنا ملء الثقة بقوته الإلهية، ونكون دايما حاضرين لنلتقى فيه بملكوته السماوي آمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الأبدين آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين.
السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين. السر الثالث من أسرار المجد، حلول الروح القدس. ثمرة هيدا السر الإصغاء هي إلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار. منصلي على نية كل الولاد، بالأخص لنحرموا من كتير أشياء بسبب الظروف الصحية والاقتصادية، طالبين منك حلول روحك القدوس على أهلهم ليعرفوا يتصرفوا بحكمة ليتخطوا سوا الأوضاع الصعبة، آمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الأبدين، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك. آمين. السر الرابع من أسرار المجد، الانتقال. ثمرت هيدا السر الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد. مثل ما انتقلت بالنفس والجسد من هالأرض الفانية مليانة حزن لتكوني حد ابنك، نتأمل بشفاعتك يا سيدة لبنان، ينتقل وطننا الموجوع الغرقان بوادي الدموع لمكان أفضل مليان من نعم ومحبة يسوع. آمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،
ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين. السر الخامس من أسرار المجد تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانا على السماوات والأرض. أدي حلو ذكر اسمك يا أطهر النساء، ما تنسي ولادك اللي عم يطلبوا معونتك، نور عقول الشبيبة يلي قست عليهم ظروف الحياة وبعدتهم عن ابنك وصاروا ينبشوا عن سعادة زيفة، تحنن عليهم واغمريهم بتوبك الأمومة تيعرفوا أنه يسوع وحده السعادة الحقيقية. آمين. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الأبدين. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله
صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الدهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين. إلى حمايتك نلتجئ يا والدة الله القديسة، فلا تغفلي عن طلباتنا عند احتياجنا إليك، لكن نجنا دائما من جميع المخاطر أيتها العذراء المجيدة المباركة. تضرعي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح. يا أمة عذراء
ختاما نشكر كل اللي شاركونا الصلاة من بيوتهم عبر صفحة المخرج جوزيف معطوق الصاف. كما أنه بحب أشكر الله عرنا لشراكتنا الصلاة من الاستوديو. وجينو وستيفاني عون لشراكونا الصلاة عبر السكايب. مرسي لألكم. عأمل أنه دايما نتشارك الصلاة بهالأوقات الصعبة اللي عم بنعيش اللي عم بعيشها وطننا. وبكلمة حب بدي ألكن حبوا ولادكن، إن كان ولد أو مراهق، لعبوا معهن، عيشوا معهن، فرحوا معهن، وأهم شيء صلوا معهن، هن بحاجة إلك، هن بحاجة إليك. نلتقى بكرة مثل هالوقت لنصلي المسبحة سوا. ليلة سعيدة والله معكن.